بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذا اللقاء، لقاء الإيمان مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي الداعية الإسلامي الكبير. فضيلة الشيخ، سمعت في أحاديث فضيلتكم عن عدة المرأة، وأن المتوفى عنها زوجها عدتها 4 أشهر و10 أيام. نعم، العدة جعلت استبراء الرحم حتى لا يرد على المحل زوج آخر وفيه بذرة بنتوها، ما يسقيش ماء زرع غيره، فمعمولة لبراءة الرحم. براءة الرحم يعني ان ما فيش فيه ولد. ولكن وقد تطور العلم، اصبح العلم قادر اليوم ان يقف على حقيقة ما برحم المرأة إذا كان هناك بداخلها. ما هو كمان ما عملش المرأة بهيمة، يعني سابت واحدة النهاردة وديها له بكرة، ما عملهاش بهيمة. إذا هناك اعتبار طبعا اعتبار كبير، وإلا ما يبقاش ثلاث حيضات، لأن بعملها ثلاث حيضات معناها أنني بأطيل أمد الإبقاء، مش بس عشان استبراء رحم. وايضا طيب، اذا كان هذا، فالمرأة التي بلغت سن اليأس ولا تحمل، اديتها 3 أشهر ليه؟ اديتها زمن الثلاث حيضات ليه؟ اذا وجد عند واحد بنت في بيته، والبنت جميلة، وفي شاب كده عمال يحوم حول البيت كده، ماذا يكون موقف الاب؟ ماذا يصنع؟ طبعا شيء يجب، يعني يعمل ايه؟ يعني ينبسط ولا يزعل ولا يعمل له معركه وياه ولا يقطع رجله ولا يعمل ايه؟ يعني ماذا يفعل؟ ها؟ ماذا يفعل؟ انت بقول لك، انا بسالك اهو. بسالك انت عشان ما يلم بنته. ايه؟ يلم بنته. ايه؟ يلم بنته. ما تطلعش لا تعمل كده ولا كده. اكرهه ولا احبه؟ اكرهه. وأحاول أن أضره ولا لا؟ نعم. فإذا جاء وخبط على الباب، مش بس من الشارع، وقال لي يا عمي أنا عايز بنتك أتجوزها، ماذا تصنع؟ أحبه. شوف الفرق بقى، إيه الفرق بين دي ودي؟ لأنني باخدها بطريق الله أمام الناس جميعا، وديك بقى تلصص على الأرض. ده الاب والام لما ما يجيش حد يخبط على الباب ويقولوا مش عارف ايه، تبقى كارثه في البيت، ويروحوا لده يقول له اقرا لنا نفك البيت، عائتها تنفك خلاص. يبقى لما النبي يقول جدع الحلال وانفى الغيره، يعني الراجل اللي بيغار على بناته لما يجي واحد يقول له اديني البيت تتجوزها، الغيره بتاعته انجدعت، وهو اللي زغرت، وهو اللي انبسط، وهو اللي قال. يبقى جدع الحلال وانفى الغيره. ليه بقى؟ لانني خدتها بامر من خلقها وخلقني وجمعني وجمعها. خلاص؟ نعم. اذا فكلمتك زوجني وزوجتك تصنع في النفس البشريه تخديرا من الغيره. بالعكس يفرح وينبسط. خلاص؟ نعم. طيب، فاذا جاءت تطلقت، انفسخت دي ولا ما انفسختش؟ هل بتنفسخ العلاقه دي على طول كده، ولا بيفضل السياق الحناني او العاطفي او الجنسي اللي ما كان موجود الاول باك؟ نقوم نمرر عليه مده طويله لحد ما الدم يهدي وكل واحد يبعد عنها. طبعا الاول. طب واللي متوفى عنها زوجها زودناها ليه؟ ام قال لك لان الطلاق بيبقى عن كره وتكرهه، الكره يزايد على إماتة ال، ولكن الوفاة ما تبقاش عن كره، تفضل برضه صاحية وتحن له. فعايزة مدة طويلة علشان إيه؟ تهدأ هذه المسألة وكل واحد يروح لحاله، والغرائز دي تفضل كده والغرائز دي تفضل كده. فضيلة الشيخ، إذا كانت الفتاة موجودة بمفردها في منزلها، فهل يشترط وهي تؤدي الصلاة أن يكون أنت فرضا اللي بيشوفها الناس ساعة نفسها الله يراها،
والملائكة اللي في حوزتها تراها. فلا بد أن يكون الجسد كله مغطى. فضيلة الشيخ، هل الروائح العطرية ممنوعة فعلا أثناء الصيام؟ أنا لا أرى فيها مانعا أنا شخصيا، لأن الممنوع إمساكه عن الطعام والشراب. فضيلة الشيخ، أرجو أن تحدثني عن سؤال القبر. بعض الناس ينكر سؤال القبر، بعض الناس لا زال ينكر. لماذا؟ ما وجه إنكاره؟ ومن قال أن القبر أن سؤال القبر أو عذاب القبر مشهدي؟ ده أمر غيبي لا حجة فيه إلا من أخبر به وهو الله أو الرسول. نعم. والأمور الغيبية ملاش مشهدية، ما جاءنا أحد يخبره أنه من مات في جنة أو في نار، ما حدش يقول. أمر غيبي، والأمر الغيبي إيمانه السماع سمع من المشرع. فهمت ولا ما فهمتوش؟ نعم. لا، طب لما نيجي نقول كده الفلاحسة بقى اللي بيقولوا الكلام ده، أيوة، نقول له فسر للقرآن. أيوة. قال الله في صدد قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فسر لي بقى الآية يلي بتقول ما فيش لا قبر ولا في كلام من أهو. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، يبقى العرض في الغدو والعشي قبل الساعة ولا بعدها؟ يقول ويوم تقوم الساعة أدخله، يبقى إيه؟ يبقى العرض إمتى؟ بعد. ها؟ بعد. بعد إيه؟ قبل قيام الساعة. قبل متى؟ في الدنيا ولا في ال... طب هل عرض قوم فرعون قبل أن يموتوا على النار غدوا وعشيا؟ بعد موتهم. ها؟ بعد موتهم. الله، ما تجاوبش بقى، هل عرضوا هم صاحيين؟ لا. يبقى إذا لم يعرضوا هم صاحيين، لم يعرضوا، ويوم تقيم الساعة يحصل دخول، يبقى ما مكان العرض من الزمن؟ في القبر. أخوة الإيمان في كل مكان من العالم الإسلامي، كان هذا اللقاء لقاء الإيمان مع داعية الإسلام الكبير فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. من خلالها تعرضنا إلى كثير من الأحكام وكثير من المشاكل التي تعترض الشباب وتعترض أفراد الأسرة في كل موقع وفي كل مكان. لعل وعسى نكون قد وفقنا في الكشف عن الكثير من هذه الأحكام والرد على كثير من الاستفسارات. وفقنا الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.